نظمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ريما أمسية خطابية كبيرة بمناسبة يوم القدس العالمي، أكد فيها أبناء ريما مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. نظمت قيادة السلطة المحلية محافظة ريما اليوم احتفائية بمناسبة اليوم العالمي للقدس، زينا بحضور شعبي كبير وعلى رأسهم محافظ المحافظة حسن العمري والمشرف العام أبو يحيى الديلمي. وفي المناسبة ألقيت العديد من الكلمات المبينة للخطر الإسرائيلي الأمريكي وما يقع على عاتق الأمة الإسلامية والتعامل معه على إنه خطر يهدد الأمة الإسلامية بأكملها، تتجه مخططاته للقضاء على جميع المقدسات ولا يقتصر خطر الاحتلال على الواقع الفلسطيني فقط، وما الأرض الفلسطينية إلا مرتكزا يجثمون عليه لينطلقون من خلاله ليصل شرهم وفسادهم إلى كافة بقاع الوطن العربي ليكونوا أكثر نفوذا وسيطرة، ومن استراتيجياتهم الأساسية تخريب الواقع الداخلي للأمة الإسلامية. ومن مسؤولياتنا كأمة عربية مواجهة هذا الخطر الذي يهدد شعوب المنطقة كلها، وما المقاومة في فلسطين ولبنان إلا دليل حي وواضح وقائم على فاعلية دور الشعوب. أهل الله ومن إسرائيل أهل الكتاب الذي تحدث الله عنهم في القرآن الكريم في كثير من الآيات أنهم لا يردون لنا أي خير، لا يردون لنا أي خير، بل تحدث على أنهم كتلوا أنبياءهم، كتلوا أنبياءهم، كيف سيصنعون نبينا؟ وعينا ماذا صنعوا الفلسطينيين باسم ذلك، وعينا ماذا صنعوا الفلسطينيين ولم ترضى عن كلامهم والنصارى حتى تتبع ملتهم. وهي أرض المقدسات ومهبط الديانات وقبلة المسلمين الأولى، فنحن اليمنيون نعتز ونفتخر بالانتفاضات الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني. نقول لكم إنا قادمون إليكم، إنا قادمون لنصرتكم، والله لن ينتهي ولن تنتهي أصواتكم المرتفعة وهي تستغيث بأمة الإسلام. يا أمة الضاد، يا أمة الضاد والإسلام لا تهنوا، فالقدس لا زال بين الخبز والطيب، إما يطيب وإما يكتسي خبثا، وبالجهاد سيشفى جلد أيوب. لا نستشعر بالواجب الديني تجاه الإخوان الذين يعيشون تحت الاحتلال ويعانون من ظلم وبطش وقهر وقتل وحصار وانتهاك للحقوق والحريات. ودعا المشرف العام بالمحافظة كافة الشباب بالتوجه للجبهات للوقوف أمام كل المحاولات البائسة للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني دفاعا عن أرض وعزة وطننا الذي يقع ضمن مخططات إسرائيل لاحتلاله. ينبغي على شباب هذه المحافظة أن ينطلقوا لرفق الجبهات، لرفق الجبهات، وأن يكونوا مع إخوانهم بقية المحافظات، أن يكونوا مسجد المريع، أن يكونوا مسجد المريع لمواجهة أطماع الولايات، لمواجهة المعتدين. إدراك الأمة العربية المسلمة لخطر الاحتلال الإسرائيلي إدراكا عميقا سيكون عاملا مساعدا على التحرك الجاد لمواجهته بجدية وإيقاف تغلغله بين الشعوب، ويوم القدس هو يوم تتجه الشعوب نفسها حتى لا تبقى متأثرة بإعلام اليهود. لقناة اليمن من اليمن، عصام الحيث، محافظة ريمة.